هضرت معاك في ودنك، انا مهني بحالي بحالك، هضرت معاك في ودنك. فاشله
العشيره في امر وين حنا رئيس الحكومه يشوف الناس في العاشين في السله يشوف عليهم يشوف العمالات يشوفوا العمالات اللي فات ترشي حاجه يشوفوا غنمشيو سوا سوا الشريعه حتى الحكومه دابا غادي لنا شي حاجه زعما درت لنا حتى شي حاجه الحكومه جديده والو ما درت لنا حتى شي حاجه درت لنا الدمار ودرت لنا الدمار ودرت لنا الدمار بغى يتقاد معنا نتقادو معاه ما بغاش يتقاد معنا يرحل علينا يمشي بحالو صافي علاش لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. راه كنبانو في الصورة شوية زعما هكا ولكن راه الناس اللي درك خاطر بزاف وعاود زيادة ضرات المغرب كامل زيادة لا 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 كرواش تحكرنا في أي حاجة راه ولينا بحال شي دكان الاسعار هذه الاسعار ديال الزيادات ولا الحكومه جديده الحكومه الذي بسيت ولي باش نبغي نتخلعوا لا كتقول لي انا نسيت كنبقى ندور براسي ولكن كان النهار اللي كنصور فيه وكان النهار اللي ما كنصورش اللي كنقولها كنعاود كنخرج على مولانا وصلت وكنتقاتل مع الوقت باش زعما شفتوا كيفاش كتقولوا لي كنت نسالي كنت دابا تقول لي الدواري كيقراو ثلاثه وعندي المراه هي ما خدامه هو غير هذا عندي الكره يعني بزاف هاد الفوال واش هي واش عندكم تستعمل واحد الايجابيه ديالها ولا عندكم الشكل ديال الاخر حنا شنقول لك كنطلبوا عند الله والله كنطلبوا الله اللي زعما يشوف الله وهاد الناس هادو يشوفوا من عندي شكون تميد راه حنا مقصحين بزاف واش كاينين واش نقول لك راه بزاف والله العظيم راه انا ما عرفتش نقول شي والله ما عرفتش راه يمكن ما بقاش كيبغي شي حشومه والله الناس والله العظيم راه الناس صاحبي ما كيشوفوا وديك المره وديك المره سي اخ نوش اخبار على ولادهم الفلوس شد واحد الشارع كيعطيهم داك الشيء اسمع بزاف كاين ما كيعرفش باش يشري حتى الكتب ولا كيزيد تاخذ شوفه
كاين اللي كيربح حنا راه كنشوفو غير نرجعو عندنا شي ديالو ولا شي حاجه كنفكرو بهم وبزز باش المغاربه ديالو المغاربه ولا عمرها دار ما كيعشقو ولا كامل ما تكمل الحمد لله والله الا راه راه حنا درنا كل شيء راه غادي المسؤولين هادو يشوفو الحال شي شويه حيت ناخذو الماء شويه حيت ناخذو الماء شويه انا بعدا على والو.